برج الثور اليوم 5 نوفمبر 2023. برج الثور، انت عندك طاقة ندم عالية جدا، ندمان على وقت قضيته مع اشخاص لا يستحقون. انت عملت حساب ناس كتير ونسيت تعمل حساب نفسك، ولكن انت حاليا بتقول يلا نفسي. في حياتك شخص اناني وبيستقوى عليك، بيجذب الكل لناحيته هو وبيطلعك انت اللي وحش. وخلي بالك من لسانك، لأن اللي حواليك أشخاص بينقلوا الكلام، فلازم تاخد حذرك منهم. عندك قوة تحمل وصبر بسبب حاجات مش عايز تخسرها، علشان كده انت ساكت يا برج الثور. بيحاربوك من جميع النواحي، عايزين يشوفوك مذلول، ما بيحبوش يشوفوك مرتاح. أكلوا من خيرك وفي الآخر غدروا بيك وحاولوا يوقعوا بينك وبين شريك حياتك، ولكن انت متمسك ببيتك يا برج الثور ومش عايز تهده. بالرغم من انت بتعاني وبتداري على عيوب شريكك، ولكن انت كاتم جواك احمال واعباء ربك وحده اللي يعلم بيها. انت عندك كمان المقربين منك، حتى قرايبك مش رحمينك، لو قصرت شوية معاهم يتكلموا عليك بسوء الظن ويظلموك يا برج الثور. برج الثور، انت عندك طاقة بكاء عالية جدا، بتبكي ودموعك نازلة على شخص او من شخص يعز عليك جدا. انت عندك شخص او اتنين مضايقينك، حفروا لك حفرة من بعدها انت تعبان، ولكن حقك مش هتتنازل عنه يا برج الثور. لو بعد حين على قد ما حاولوا ان هم ياخدوا مكانك مش هيعرفوا، وعلى قد ما هم عايزين يبقوا زيك برضو مش هيعرفوا ومش هيقدروا يملوا مكانك يا برج الثور. انت حاليا ماشي على نظام جديد مع الناس اللي حواليك، وبتحاول تعامل كل واحد بمعاملته، وركنت على جنب قلبك الطيب وجدعنتك، عشان انت شفت ان هم لما شافوك طيب وجدع طمعوا فيك، طمعوا كمان في اللي في ايدك، بصوا في اللي في ايدك. اتعلمت من اللي فات ومش هتسمح انه يتكرر تاني، لانك اتقرصت من كله وشفت وشوش كدابة ومنافقة غرضهم بس الاستغلال وبس. كانوا بيستكتروا عليك فرحتك بسبب عينهم وحسدهم. عشت فترة ما زلت كمان انت عايش فيها زي التايه، حياتك اتقلبت، ما بقتش عارف توصل لقرار. عامل زي اللي انت مربوط في ساقية وانت مش شايف انت بتعمل ايه. ده انت اللي كان، يعني انت كنت طول عمرك ذكي وبتحل مشاكل اللي حواليك، حاليا مش قادر تحل مشاكلك او ما بقتش لقيلها حل بمعنى اصح. برج الثور، انت عندك علاقة سبتها، ولكن انتوا رجعتوا لبعض تاني او هترجعوا لبعض تاني، ولكن بشروط. البعض من مواليد برج الثور بيعاني صحيا من مشاكل في المعدة، والله أعلم. برج الثور، انت عندك اعتذار من شخص ظلمك وجه عليك كتير وظلمك كتير، وكمان خد حق مش حقه منك. قد يكون هو ده الشخص اللي انت ممكن احتمال بنسبة 85% اللي انت ترجع له، ولكن بشروط واضحة وصريحة. اخر حاجة عايز اقولها لبرج الثور، خليك دايما متأكد ان انت سند نفسك، حب نفسك يا برج الثور وما تسمحش لأي حاجة انها تأذيها. ولحد هنا تكون انتهت قراءتي لبرج الثور اليوم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في قناتي. باي.